يعني كلشي كيعرف جواب القنانة ميكاب ارتيست ومحبوب الجماهير. دائما كنشوفوك ضاحك، شنو سر هذه الابتسامة الدائمة؟ القلب الطيب، القلب ديالي ديما خصني نبقى ضاحك وديما خصني نبقى ضاحك ونموت ضاحك. بالنسبة لك أنت شنو كتشوف، شنو تغير فيك من بعد الشهرة؟ ما تغير فيا والو، جواد اللي قبل من الشهرة هو جواد بعد الشهرة هو جواد من بعد الشهرة، ما كاينش مشكل، كنعيش لراسي وكنعيش كأنا كيف داير أنا، ما يمكنش نفق المشاهد ولا المتلقي نعطي واحد الحياة لواحد الصفة أخرى على جواد قنانة وأنا في الحقيقة خايب ولا ما كنسواش، كي تيشوفوني هكا تيشوفوني في الحق، والناس اللي تلاقات بيا راه كتعرفني كي داير. بغينا نعرفوا شنو الأعمال الجديدة ديالك، واش عندك شي حاجة من غير يعني الميك اب ارتست مشاكل؟ عندي أغنية من بعد حياتي هذه، عندي أغنية أخرى مع شعبية مع توفيق الجوكر، كذلك فيلم مع المخرجة بشرى إيجورك ولطفي آية الحاج آية الجاوي اللي فيلم شاهد اللي عندو في دازي إن شاء الله في رمضان، عندي أعمال أخرى إن شاء الله سينمائية. يعني غنشوفك حتى في الشاشة؟ بيان سور أكيد، عندي جامد ثلاث فيلم الشطاح اللي هو فيلم سينمائي وإن شاء الله كاين عروض أخرى إن شاء الله.